عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء. المعبود الله أي المألوه من التأله وهو التعبد، والإله هو المعبود. أجعل الآلهة إلها واحدا أي معبودا واحدا. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي حبه وخوفه ورجاؤه، أن نجمع بين الحب والخوف والرجاء. فالله هو المألوه حبا وخوفا ورجاء، حبا في ذاته سبحانه وتعالى لكمال صفاته وكمال أسمائه، حبا في ذاته لأنه أنعم علينا نعمه سابغة، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، فنحبه لإنعامه، وكذلك خوفا من عذابه ورجاء جنته سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لله تبارك وتعالى وصفة، كذا كأن كل أسماء الله صفات، ما عنده أسماء مجردة سبحانه وتعالى، كل أسمائه صفات، لأن الإنسان له أسماء مجردة، اسمه خالد وهو يموت، ما في خالد إلا الله سبحانه وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، ما في خالد. ولذلك أسماء الله كلها تدل على معاني، ليست له أسماء مجردة كما هو الحال بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم من الرحمة، وقالوا الرحمن هو بالعالمين والرحيم بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قال رحيم بالمؤمنين، الرحمن بالعالمين سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. واسم الرحمن هنا جاء بعد اسم الله، ودائما في كتاب الله تبارك وتعالى اسم الرحمن يتقدم الأسماء الحسنى ويأتي بعد اسم الله مباشرة سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالرحمن دائما يتقدم الأسماء، بعد اسم الله يأتي اسم الرحمن، وهو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى بعد اسم الله، وهو أخص الأسماء بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز تسمية إنسان برحمن، لكن يجوز تسمية إنسان عزيز أو كريم أو قدير، لكن لا يجوز أن يسمى رحمن، لأن هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن رحمن لا، رحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، وذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن، لكن يجب أن تسمى بالعزيز بالملك بالرحيم، ما في مشكلة، لكن الرحمن لا، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وأول من تسمى بالرحمن هو مسيلم الكذاب، وكان يقول عن نفسه رحمن اليمامة. وذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك يقولون. فالمهم أن الرحمن أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.